نتمنوا تكونوا بخير وفي صحه جيده لانتوما الطويرات ديالكم. اليوم كما كتشاهدوا اني في الحانوت ديالي، انا قربت نكمل الخدمه وغادي نمشي ان شاء الله للدار وغادي نوريكم ان شاء الله الطويرات اللي تزادوا عندي جدادين، ونوريكم الاعشاش ونوريكم الجويجات اللي مبيضين ونوريكم كل شيء ان شاء الله. خليكم معنا بين ما مشينا للدار ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا تابعوا معنا الموضوع حتى الاخر. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان، كي دايرين؟ بخير، صحه لاباس. هاني جيت دابا للدار بعد ما ساليت الخدمه ديالي في الحانوت، وها الطويرات انا نوريكم دابا ان شاء الله الطويرات، ونوريكم الفريخات، ونوريكم الجويجات اللي مبيضين ان شاء الله، وكل شيء. خليكم معنا، انا نوريكم كل شيء ان شاء الله الرحمن الرحيم بالتفاصيل. بسم الله على بركه الله. مشاهدينا الكرام، نوريكم الطويرات اللي تزادوا عندي بعدا هما الاولين. ها هما مشاهدينا الكرام، ها هما الثلاثه هادو، ها هما كما كتشاهدوا، الله يبارك. هادو راه قرابين يتفطموا دابا، وهاني ان شاء الله غادي نخرجهم ونهبطهم للدار لتحت، وغادي نوريكم ان شاء الله الطويرات ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبالنسبه لباهم راه هو هذا اللي هو مرزوق، راه غني عن التعريف، هو اللي كنت كندير لكم فيديوهات ديالو. وبالنسبه للام ديالو ها هي راه بيضات، الله يبارك. بسم الله، نحاولوا نخرجوها باش نوريكم البيض، حيت انا كنحيد البيض، انا نوريكم كل شيء بالتفاصيل. بسم الله، ما بغاش تنوض. صافي، راه باقيين عند هذوك البيضات، يعني باقا خاصها تزيد وحده، راه بيضات ليا سته، وشوف الله على شحال تبيض، واش تبيض 8 ولا 7 ولا 6 ولا ما نعرف. المهم نخليها. وبالنسبه للبيض مشاهدينا الكرام، ها هو حاطه هنايا، انا نوريكم. بسم الله، هادو سته، كل نهار كتبيض وحده، كنحيدهم ليها، ديرهم في هاد الطويصه ودير معاها البشنه باش ما يتزعزعوش مع بعضياتهم، وان شاء الله غتزيد شي وحده. ما زادتش غنحطهم ليها، راني كنحط ليها البيض خاسر، كنحيد ليها البيضه اللي تبيضات وكنحط لها البيض خاسر باش يبقى هذا محافظ. وعلاش ندير هاد الخدمه هادي مشاهدينا الكرام؟ كل نهار كتبيض وحده، والنهار الاخر وحده، والنهار الاخر وحده، وملي غادي تفرخ كيتفرخ الاولاني، كيخرج عاوتاني النهار الاخر واحد، النهار الاخر واحد، دوك الاخرانيين كياكلوا العصا وكيموتوا. داكشي علاش كنحيد ليهم البيض وكنجمعوا تنحطوا ليهم كاملين في دقه واحده ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش يتفرخوا كلهم في دقه واحده. وبالنسبه للوليدات هانتوما كتشاهدوا تبارك الله، راه قرابين يتفطموا، الله يبارك. ها هما ثلاثه ديال الوليدات، الله يسخر. انا غندير لكم الفيديوهات ديالهم ونوريكم مشاهدينا الكرام الزواج الاخرين. ها هي واحد الانثى ديال الكنار، ها هي راه قارقه، راه عندها البيض، الله يبارك. ها هي مشاهدينا الكرام، ها هي ملي ناضت، ها هي نوريكم. انا والله ما عارف شحال عندها من بيضه، المهم انا نشوفوا شحال عندها، نتوما الاولين تشوفوا حيت ما بغيتش نزعزعها. وها واحد التكير واحد اخر هنا مشاهدينا الكرام، الله يسخر فيه تبارك الله، هذا مانينوا. وهذا حتى هو مارين، وهذو خوت، هذا وهذاك خوت. وها جوج ديال جاكوب، ها هما الله يبارك. ها جاكوب، ها هو جاكوب، ها هو الله يسخر. هذا هو اللي كنخرجو، حتى هو غني عن التعريف، راه كنخرجو كنلعب انا وياه، كندير فيديوهات. وخذيت ليه هذه الانثى، هذه البينو عين حمراء، الله يبارك، الله يسخر، راه قراب ان شاء الله يبيضو. تو جاكوب كيف فرحان باغي يخرج، اش داكشي يا جاكوب؟ ها شكيتي تحرك بواحد السرعه، دابا راه ماشي كياكل، دابا راه فرحان، سبحان الله العظيم. هاد اللقطه هذه اللي كيدير راه فرحان باغي يخرج، الله يسخر. يلا تشي نهيرو نخرجك يا جاكوب، يلا تهلا. واحد الجوجه ديال المارينو، ها هي الله يسخر، الله يبارك. ها هي الانثى قارقه، الله يسخر فيها، ها هي راه مبيضه، الله يبارك. ها هي بلا ما نزعزعوها، خليها ترتاح مع راسها. وهذه هاد الجوجه راه وليداتهم هما ذوك الفوقانيين اللي وريتكم، وها واحد الجوجه اخرى، هذه حتى هي راه بنتها، ها هي. وهاد الذكر تزاد عندي، راه كنت كندريسي الا كنتو شفتوه، راه درت ليه فيديو ديالو، غنخلي لكم في صندوق الوصف، الله يبارك.
هادو هما الطويرات اللي عندنا هنايا في المشاهدين الكرام، وعندنا طويرات اخرين في جهه اخرى ديال الحسون وشي حاجه اخرى ان شاء الله. راه كنوريكم الفيديوهات ديالهم، وراه باقي المشاهدين الكرام ان شاء الله غنصوب هذا البيت هذا، راه خليته خاص بالفريخات، باقي ان شاء الله غادي نريقلو ان شاء الله ونصبغو ونقادو ندير فيه هاد الفريخات هذه الله يبارك. كيما شاهدتوا معنا المشاهدين الكرام، انا وريتكم دابا كاينه جوجه تما، راني جبت لهم واحد العشيش حيت راه بان ليا ذكرتي كوبلي الانثى الله يسخر فيهم. ها واحد العشيش ها هو جبتو ليها، غنديرو لهم ونحط لهم الخيط ان شاء الله الرحمن الرحيم باش يبيضوا. راه بان ليا ذكر كوبلي الانثى الله يسخر، ورا باقي كاع ما نقيت القفوزه، راه تقريبا دابا واحد 3 ايام ولا 4 ايام ما قصت ليهم القفوزه، عاد غادي نعاود نجبدهم وننقي هذا الشيء هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. بانت لي كاينه الشميشه برا، ولكن كاين الكولوندير، ها الشميشه راه كاينه هنايا ولكن كاين الكولوندير ما نخرجهمش دابا. المهم هادو هما الفريخات ديالنا المشاهدين الكرام اللي عندنا هنايا الله يبارك، هادو راه غادي نفطمهم دابا ان شاء الله، انا غادي نهزهم دابا ان شاء الله وغادي نلعب معاهم. اجي هبط هبط هبط، هما راه مدريسين والباب راه عندي محلول. ها هو مشاهدينا الكرام الله يسخر، راه دريسيتهم هادو الله يبارك، الباب راه محلول ها هو، ولكن ما نغامرش ربما يخرج يتلف ولا شي حاجه. الله يسخر، نردو لبلاصتو تنخرجهم ونهبط للدار ونوريكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليكم معنا بين ما خرجتهم هبطتهم للدار وتما نلعب انا وياهم شويه وندريسهم شي شويه ونوريكم. الله يبارك ما شاء الله الله يسخر، ومع الطويرات اللي عندنا الله يبارك غادي نشري ان شاء الله شي قفيزات باش ان شاء الله نجمع فيهم الوليدات، حيت هذه دابا ان شاء الله خصني اليوم نحط ليها هاد الانثى انا غنحلها نوريكم. ها هي خاصني اليوم، راه بانت لي بحال باغا تبيض متبقاش مبرزتها، باش الا كملها زادت بيضه غنحط لها البيض ديالها. ها هي دخلت في الزربه، يعني راه باغا تبيض بلا مبرزتها، حيت البارح حيدت ليها وحده واليوم غادي تحط وحده باش يكملوا سبعه، حيت المره اللي فاتت بيضت ليا سبعه وخليتها كاع ما شتها ما ديت ما جبت فيها، غير صوبت لها الصنيديقه وهي تبيض صافي، خليتها قلت انا بلا ما نحيد لها البيض، حيت ما اللحظه اللي جيت انا كنشوف تلقى عندها ثلاثه بغيت نبرزتها، وسبحان الله راه زادوا اكثر من ثلاثه وماتوا الاخرين، حيت الاولين كبروا والثانيين بقاو صغيورين الله يبارك ما شاء الله. هاش داكشي، هادو راه دريسيتهم مشاركة، راه كنهبطهم معايا للدار وكنلعب انا وياهم وكيجيو عندي غير بديك الحركه ديال الطق بحال هكا كيجيو عندي الله يبارك. هانتوما كتشوفوا كيف باغي يخرج، يلا راني نهبطهم ان شاء الله ونلعب معاهم شي شويه ونوريكم. والله يسخر لكل واحد الفريخات ديالو، واللي بغى شي معلومه ولا شي حاجه نفيدكم مشاهدينا الكرام. الله يسخر هاد البيض هذا راني كنحافظ عليه باش ما يتكرفص ما والو، درتو في البشنه صافي غنسد عليهم بحال هكا. اليوم ان شاء الله الا لقيتها بيضات هذيك البيضه غنزيد ليها هادو باش تقرق مره بلا ما تبقى تبرزط. الله يسخر، خليكم معنا انا نخرج هادو دابا ونهبطوا للدار الله يسخر. الاخوان بعد ما شاهدتوا معنا الطويرات الفوق ها هما هبطتهم لتحت الله يسخر الله يبارك. هانتوما مشاهدينا الكرام داكشي راه مدريسي تبارك الله، سبحان الله العظيم على الطفرات عطاو كي دايرين تبارك الله. هانتوما الله يسخر فيهم، وهادو بديتهم الدريساج مشاهدينا الكرام، بديتهم الدريساج من الصغر، ملي بداو كي يطردقو الريش بديت معاهم الدريساج باش ما يعضو ما والو. داكشي علاش خاصك تبداهم الدريساج من الصغر ملي كيبداو يطردقو الريش، وكتبداهم تعطيهم الماكله وداكشي الله يبارك ما شاء الله. وهانتوما كتشاهدوا الله يبارك النتيجه ديال الدريساج هي هذه، طويرات هما في صحة جيدة ومولفين وكل شيء الله يبارك الله يسخر. زيد 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 هاش 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 زيد زيد شتو ها هو جا، يعني ضرب واحد الدورة في الصالة ورجع عندي الله يسخر فيهم الله يبارك. وان شاء الله راه حتى والديهم تما راه مدريسين وما كيعضوا ما حتى شي حاجه، وتا هذوك ان شاء الله اللي غادي يتفرخوا ان شاء الله باذن الله تا هما غادي ندريسيهم ان شاء الله باش يولي عندي واحد بزاف ديال الفريخات مدريسين
كما جاكوب حتى هو دريسيتو الحمد لله حتى هو راه مزيان. دابا ان شاء الله شي نهار ونخرجو ندير لكم فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم، ومن بعد ان شاء الله ندير لكم فيديو ديال الدريساج كيفاش دريسيو الطويرات. الله يبارك ما شاء الله. الله يسخر. ما الطويرات تبارك الله ممتازين. شو هاد الطفره هادي عجبتني تبارك الله. هادي راه خدات من باها ومن امها. هادي هي خدات من باها ومن امها وعطات هاد الطفره هادي زوينه بحال هكا. الله يسخر. دابا ملي كنجي من الخدمه كنجي عيان، كنتوضا كنصلي كنرتاح شي شويه مع راسي، كنطلق الفريخات بحال هكا كنبقى نرتاح مع راسي تنلعب معاهم شي شويه. الله يسخر. ايوا هادشي اللي قسم الله عز وجل. هذه نتيجه ديال 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 الدريساج. كتلقى واحد الطويرات اللي زوينين تطلقهم يلعبوا، وكنعطيهم حتى خصني نجيب لهم شي لعيبات، واخا انا كنعطيهم هاد اللعيبات ديال الدراري كيلعبوا بهم كيحماقوا عليهم. ها انتوما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الاخوان قولوا تبارك الله ما شاء الله. سبحان الله العلي العظيم. يلا الاخوان هذا هو نهايه الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا، ونتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو الرائع. مشاهدينا الكرام شي نهار ان شاء الله الرحمن الرحيم غندير لكم شي فيديو طريقه ديال كيفاش تدريسي الطويرات باش تولي الطويرات ان شاء الله تلعب معاهم بحال هكا وما يهربوا منك ما والو، الا مشاو يرجعوا عندك وان شاء الله يكون خير. يلا مشاهدينا الكرام هذا هو نهايه الفيديو ديال اليوم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى اللقاء، وما تنساوش البصمات، وما تنساوش بارطاج وشي تعليق يكون زوين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.